إذا قال شخص ما لزوجته أنت طالق بالثلاث، فهل تعتبر طلقة واحدة أم ثلاث؟ جزاكم الله خيرا. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا، وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم جمع من المحققين إلى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يكون واحدة. المسألة خلافية، خلاف فيها قوي. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.